السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، غنسمعوا واحد الجدال، واحد النقاش، محادثة بين موريتانيين. هاد الموريتانيين كيتناقشوا على أن الدولة العلوية واش كانت كتمتد حتى نهر السنغال، وكان إقليم شنقيط اللي هو موريتانيا حاليا ضمن المملكة المغربية ولا لا. خلوهم، واحد يقولك لا ما يمكنش، والآخر تيقول لي لا راه الدولة العلوية كانت كتمتد حتى نهر السنغال. المهم سمعوا نقاشاتهم، حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساقية حمراء 1884. الأخ والله ما أقول لك شيء، أنا ما كوني موريتاني، كان يعني موريتاني أنت ما تحدد أولا. ثانية دعوة، هاي الدعوة اللي موريتاني جزء من المغرب والمغرب جزء من موريتاني، هذا دعاوى باطلة. متى كانت موريتانيا جزء من المغرب ومتى عليه تقول إن كانت هناك إمارات؟ هل كانت تتبع المغرب في أي يوم من هي؟ أم بعد الاستعمار كانت تتبع موريتانيا للمغرب؟ كانت هناك الدولة العباسية والدولة الأموية وهنالك الخلافة الإسلامية. تقول إن كانت عجيز كامل الخلافة الإسلامية إنه جزء واحد، هذا عهد مضى عن يكذا الأطماع السيئة وطماع اليهودية اللي عندكم، لا حكموا عندكم، لا يخدم المجتمع. مرة ثانية ما قطعت تابعة النار ولا هي تتبع النار. يوم ذيك الساطع وكذا، كانت هناك إمارات، كانت هناك حتى كانت هناك قبل ذلك كانت هناك دول، يعني نقول عن مصر تابعة للعراق أو تابعة لسوريا أو تابعة للحجاز. هاي دعاوي، حد يقول هاي شيء مضللات، هاي شيء المضللات ما عندها أي قانون. موريتانيا لن تكون يوما تابعة للمغرب، بل المغرب كانت تابعة للإمارات الموريتانية. صحيح معلوماتك من التاريخ، حد يقول شيء عود يعرف، حد لا يصحح شيء يعرف. كوني أنا موريتاني ماني موريتاني ذاك ما يهمني، لا قلت إني موريتاني ما يزيدني، ولا قلت إني موريتاني ذاك ما يقلعني موريتاني. هذا صح يا أخي، هذه ما هي أساطير، أنت مانك عارف ذا تقول. هذا شيء واقعي، الدولة العلوية والمملكة كانت تمشي لنهر السنغال، وكانت خارج الدولة العثمانية، وهذا اللي كان تحت نفوذ الدولة العلوية منه موريتان. منين اللي وفات المرحلة؟ أنا شو قلت لك عنها، منين وفات المرحلة وجاء الاستعمار الفرنسي وجز الأوطان، كانت خارجة مجموعة من أهل القبلة ومن أهل الشرق، ما هي راضية بهذه التجزئة ومشات، فهمت؟ فيها ديول سيدي بابا وفيها مجموعة أخرى، ومنين انقلب على أمرهم انقلبهم للاستعمار ووزع للتوزيع، باركت لها الناس كاملة، ما جات ضدها، باركت لها ومشات معاها، وعاد جزء من التاريخ جديد، وإذا لا ما تقدر أنت تنفيه ولا يقدر ينفيه حد. إذا خلي عنك المملكة وهي وشؤونها، أدراهية بأمورها، وخلي عنك موريتان، تكلم عن راسك والله عن شي تعرفه. أنت التاريخ ما أنك عارف له شيء، تتكلم عنه كلام إنسان جاهل، فهمت؟ وهذا من الحقد، وهذا من الأمور اللي ما هي صالحة، خليها عنه. ورانك ما أنك من أهل الأرض، ما اللي حد يقولها ما هو منها، خرص أهل القبلة وخرص أهل الشرق وخرص انتماءاتهم وشنو باقيهم والساحل. تخرص أمورك أنت، لعت عندك أحقاد والله، عندك شيء ثاني لك شيء يعني، وهذا ما ينقال. جزاك الله خير. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا حياك الله وبياك. أبا، الدولة الموريتانية والمملكة المغربية عندهم تاريخ مشترك، وخاصة العلويين وبني معقل، لأن زوجة الملك مولاي إسماعيل اللي مؤسس المملكة المغربية، وقبل أن تكون المملكة كانت سلطنة،
زوجته خنازمت بكار، وكان فيه تعاون، وكان فيه تعاون عسكري، وكان بعض الإمارات يطلب من الملك مولاي إسماعيل الجيش وجيش موريتاني يعدوا بهم، ولكن يكون عدل تعاون يعني عسكري. لأن هؤلاء العلويين إخوانهم بني معقل، وبني معقل أكثر هي في المغرب من موريتانيا اللي يتحسن. أما المعقليين الآخرين لا، بين المغرب، الجزائر، تونس، نعم التاريخ يعني. وإن كانوا من قبائل صنهاجة يوسف بن تاشفين، هم شعب واحد، وإن اختلفوا سياسيا أو تعاكسوا، ولكن في نفس الوقت هم شعب واحد وتاريخ واحد. والعلويين أخوانهم بني معقل. يا مرحبا بك، حياك الله أخي الفاضل. هالكلام ما ينقال، هالكلام حقته ساقط وبذيء، وسأل التاريخ حقا يبدو أنك المغرب تجهله ومجهله شيئا عاده. المملكة المغربية عندها ماضي عريق وذات حضارة، وذوك الملوك الهاشميين ناس كاملة تحترمهم، العرب يحترموهم، الأمازيغ يحترموهم، ولهم دولة جارة، لكن جزء من المغرب كان تحت إسبانيا، وقبائله كابرا عن كابر وجدا عن جد كانوا بايعين الملك، وبالتالي ما عندهم دولة سابقة. الصحراء ما كانت من جمهورية ينقالها جمهورية الصحراء، واحتلت اسبانيا، لكن جزء من المغرب كانت محتلة المملكة المغربية. قول لي الدولة اللي كانت سابق اسبانيا، فهم شنو هي؟ سوي لك انا، لا قول لي الدولة اللي كانت سابق استعمار اسبانيا في الصحراء شنو هي؟ يخليك ان شاء الله. المغرب قبضي لبلاد السودان 999، مش بجيش عرمرم وغالبيته من أهل الصحراء، يقود جودر، ودخل به مدينة تيمبوكتو واستولى عليها، ومشى حتى مشارف قالوا تعرضوا له الصونغاي في منطقة ينقال توندي بيبي، راعي منطقة أحد بورم قريا منها، ودارت فم معركة وتفوق فيها الجيش المغربي، واحتلوا قبو قاو مملكة الصونغاي. إذا سمعت معناها أن المملكة المغربية كانت عندها الأرض كاملة، حتى جزء حتى الزراعة كانت تحت يدها، ولا كان فم جمهورية صحراوية سابقة هون ودون، بدأت حركة انفصالية واللي يدعمها معروف. سأل الله سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله بين المسلمين وبين الأمة العربية والأمازيغية والكل، إن شاء الله يعود وحدة واتحاد، إن شاء الله يجمعوا تجمع كلمة لا إله إلا الله. يا مرحبا بك، حياك الله.